السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الغديوة تجي غزالة بزاف بالكفتة ديال الغنمي. قبل ما نبداو الوصفة ديالنا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لي جيم باش يوصلكم كاع الجديد. هاد الكفتة ديال الغنمي ديال العيد الكبير كنا طحناها، كانت عندي في الفريكو كيف تشوفوا راه فيها الشحمة بزاف. دونك الكفتة ديال الغنمي من الاحسن غير يا اما تشوى فوق الفاخر ولا في الفران، هي اللي تجي زوينه. اما باش طيب هكا بمطيشه ولا بالمرقه ولا شي حاجه، لا ما تجيش زوينه، لان تتكون فيها واحد النسمه ديال الغنمي مجهده بزاف، تيقضي عليها غير الفاخر ولا الفران. دونك عندي هنا واحد الكميه ديال الكفته ديال الغنمي، غادي نزيد عليها واحد البصيله مشلضه، البزار، قيمت واحد المعلقه كبيره حيت انا عندي لا كونتيتي ديال الكفته شويه كبيره. دونك كل واحد على حسب لا كونتيتي اللي عنده. تحميره حتى هي معلقه كبيره تقريبا، الكمون، وعندي هنا العطريه ديال الكفته، هذه شاريها راه تتبع في المحلات التجاريه، تتعطيها واحد اللذه حتى هي زوينه. ومن بعد القزبر ومعدنوس، عاد نديرو مليحه صافي. غادي نخلطو الكفته ديالنا مع العطريه والبصله حتى ينسجموا لينا. نحطوها مزيان باش العطريه كامله تدخل فيها. من بعد غادي ناخذ الطبسيط ديال الكغاطان اللي تيمشي للفران، غادي ندهنوه بشويه ديال زيت العود من التحت، هاد الوصفه تقدروا ديروا فيها حتى البطاطا اللي بغيتو، لكن انا بغيت نديرها غير هكا باش الوليدات ياكلوا ليا الكفته ملي تندير معاها البطاطا، ولا تندير حتى لي فخيت تيخليو كلشي ماكله يبقاو ياكلوا غير البطاطا والفريت. دونك تنفضل انني ما نديرش ليهم كاع البطاطا باش ياكلوا شويه الكفته. دونك صافي غنبدا ناخذ هكا كويرات ديال الكفته ونقرصهم هكا واحد شويه، الحجم اللي بغيتو نتوما اللي تتحكموا في الحجم. بحال هكا ندير جوج وندير ما بيناتهم دويوره ديال مطيشه، وفلفله، ولا نديرو فلفله هكا الوسط ما بين الكفته والكفته. دونك نتوما الطريقه اللي غتحكموا فيها على حسب اللي بغيتو. تشوفوا انا دابا كملت تستف، بقاو ليا غير شي حبيبات ديال الفلفله هكا، تنحاول نديرهم في الفراغات اللي مازال ليا. الفران ديالي مشعول على 180 درجه الفوق والتحت، غادي ناخذ شويه ديال زيت العود بالمعلقه بحال هكا ونخوي من الفوق ديالهم صافي، وغادي ندخلهم نطيبو اللي طيبو، ومن بعد نتلاقاو شوفوا النتيجه النهائيه. ندير عليهم هكا شويه ديال زيت العود